عايز اكد برضه على نقطه مهمه، يمكن توفيق اتكلم على ان الاهلي كسب الوداد قبل كده في المغرب مش مره واحده، مره ومرتين، بس طبعا الناس مش متذكره 2020 لان كانت مباراه بدون جمهور، لكن 2016 انا حضرتها وكنت موجود في ملعب مولاي عبد الله في الرباط، وكان ما يقرب من حوالي 60,000 متفرج. عدد الجماهير على فكره في ملعب مولاي عبد الله في الرباط اكتر، لان مساحه الملعب هناك اكبر من مركب محمد الخامس، والملعب كان ممتلئ عن اخره، ما يقرب من حوالي 60,000 متفرج. وساعتها الاهلي كان بيقوده الهولندي مارتن يول، وقدر الاهلي يكسب بهدف مقابل لا شيء لرامي ربيعه، وكانت مباراه فاصله وحاسمه للاهلي عشان لو عايز يكمل منافسه في دور المجموعات. فبالتالي انت ما عندكش صعوبه تقدر تكسب الوداد في حضور جمهور او عدم حضور جمهور، الجمهور مش هينزل يلعب، الجمهور بيشجع بيساند، بيعمل زئير في المدرجات وصوته بيبقى عالي، والشناوي قبل كده اتكلم في الجزئيه دي وقال يا جماعه الجمهور بيبقى موجود وبيعمل دعم وحماس وكل حاجه للفريق المنافس، بس مش هينزل يلعب. فبالتالي النقطه دي مهمه جدا، الاهلي رايح المنافس هو اللي بيبقى خايف من الاهلي، الاهلي هو الاهلي بيحاول وبيلعب وبينافس وبيلعب في اخر 7 سنين 6 نهائيات، فالاهلي رايح فارض كلمته ومتقدم وفايز. وعايز اقول نقطه كمان مهمه جدا، مش هتسمعوا اي حد فينا بيتكلم عن التحكيم لا على اللي فات ولا على اللي جاي، لان احنا هنركز في الملعب وبس. انت لو في حالتك ومركز في الملعب، والله لو مين، لو رضوان جيد هو حكم المباراه برضو الاهلي هيكسب، لو 11 لاعب في الملعب مركزين وعايزين يكسبوا هيكسبوا. المباراه السابقه رغم ان البعض بيتكلم على وجود اخطاء واختلفت الاراء ما بين المحللين، ولكن الاهلي قدر يكسب 2، ولولا الهفوه في النهايه دخل جون، بس كان ممكن تكسب 2 اكتر من 2 كمان، تقدر تجيب الثالث والرابع لو في تركيز شويه في احراز الاهداف. نفس الامر هناك، مش هنتكلم على اي امور تانية، تركزنا على المباراه بس، تركزنا على ال 90 دقيقه بس. وهناك بالمناسبه التركيز يبقى في الملعب اكتر، ان ده هيساعدك انك تهيئ نفسك للمباراه بشكل اكبر وبشكل افضل. حاجه الثانيه، ودي انا اشتغلت عليها على مدار يومين ثلاثه، ودي لازم اكدها من خلال برضو برنامج الترند اللي اتناقشت بشكل عام في الساعات الاخيره، مجرد ما نشرت خبر واكدت ان يا جماعه ان الحكم الاثيوبي بمملكه سيما مكمل، والاخبار اللي طلعت والشائعات اللي طلعت انه هيعتزل فور المباراه النهائيه هناك في المغرب، دي ده كان كلام مش مؤكد. وبالفعل على مدار يومين ثلاثه اتصلت بمصادر عديده جدا الى ان تاكدت بشكل رسمي ان الراجل مستمر على الاقل حتى نهايه موسم 2024، لانه مضى عقد احتراف مع الاتحاد الافريقي، والعقد ده براتب شهري، وعرفت تفاصيل اكتر ان الراجل حتى لو مش حابب يكمل في نهايه مدته في 2026، على الاقل هو مستمر لغايه السنه الجايه، لان الراجل لسه ما تمش ال 43 سنه، والراجل عنده طموح انه يكون موجود في كاس العالم 2026، واختياره للمباراه النهائيه دي مش فكره تكريمه عشان هيعتزل، فكره تكريمه لانه ما راحش كاس العالم، لان الكاف كان عايز يروح كاس العالم ورشحه لكاس العالم، ولكن الفيفا هو اللي اختار حكام تانيين اللي هم دلوقتي قاعدين في البيت خرجوا من الصوره تماما، ابرزهم بكاري جسامه، ابرزهم السنغالي ماجيت نداي. فبملكه سيما حكم المباراه، لا هنتكلم على اللي فات ولا على اللي جاي، احنا هنركز في الماتش وبس، وده اللي اتقال للعيبه، وده اللي اتقال للجهاز الفني، ودي الرساله المهمه جدا اللي كانت مهمه توصل للعيبه والجهاز الفني في اول مران عاقب العوده من الاجازه او الراحه السلبيه بعد مباراه الوداد، على طول نقفل الصفحه ونركز في اللي جاي. ودي نقط مهمة جدا، نقط مهمة جدا عشان نركز في اللي جاي ونركز في ال 90 دقيقة، لأن طول ما أنت مركز في الملعب هتكسب وهتلعب. وكلنا عندنا تفاؤل إن الأهلي زي ما كسب ذهابا هيكسب إيابا. طيب بمناسبة اللقاء الإياب، سيفن فاندر بروك المدرب البلجيكي لنادي الوداد كان في لقاء ليه أجرية قبل لقاء الذهاب. يعني قبل مباراة القاهرة اللي انتهت بفوز الأهلي 2-1، كانت الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي أجرى لقاء معاه واتكلم في تفاصيل كتير، وفي مفاهيم برضه اتشرحت غلط، لان هو اتسال على فكره الخبره، مين خبره اكتر في المسابقات الافريقيه؟ فالراجل قال انا اشتغلت في افريقيا كتير، اشتغل مع سيمبا، اشتغل مع الجيش الملكي، اشتغل مع كمان منتخب الكاميرون، كولر اول سنه ليه مع الاهلي، فاتكلم في الحته دي، لكن في النهايه اكد على نقطه مهمه هتسمعوها وتشوفوها في هذا اللقاء. لديه ميزه ان كولر خبرات اكبر، اكبر في السن، اشتغل في فترات طويله جدا، ولكن على فكره التواجد في افريقيا مش شرط اللي انت اشتغلت مع الكاميرون والجيش الملكي وسيمبا وحاليا مع الوداد، اللي انت ممكن تكسر الدنيا. انا اتذكر في اول سنه لمانويل جوزيه مع الاهلي 2001 فاز بدوري ابطال افريقيا. في اول سنه لمانويل جوزيه فاز بدوري ابطال افريقيا. في اول سنه لفايلر مدرب النادي الاهلي كسب بيتسو موسيماني اللي كسب دوري ابطال افريقيا في 2016 على حساب الزمالك بثلاثيه في جنوب افريقيا. فهي الفكره
هي الكرة الإفريقية إيه الخبرات اللي أنت ممكن تحتاجها؟ إنك تعرف الأجواء، إنك تعرف حالة الطقس، الملاعب، إيه الخطة الفنية اللي ممكن تلعبها خارج أرضك مختلفة عن داخل أرضك، لأن في أوروبا ما فيش فرق بين داخل وخارج، الجو في أوروبا كله والملاعب الأوروبية كلها شبه بعض، لكن في أفريقيا لا، القصة مختلفة. إنك لما بتلعب في مصر وتونس والجزائر غير لما بتلعب في تنزانيا وكينيا والجابون والكونغو، الموضوع مختلف. كولر استفاد بالفترة اللي فاتت، وشفنا نتائج الأهلي بعد لقاء سان داونز اللي كان في بريتوريا، ازاي قدر يروح الكاميرون ويكسب القطن الكاميروني بربعيه، ومن وقتها لغايه الفاينل ما دخلش مرمى ولا هدف سوى الهدف اللي احرز في الثواني الاخيره او الدقيقه الاخيره من لقاء الوداد. فالخبرات اصبحت موجوده، ولكن الخبرات الاكبر لمدرب فني اوروبي زي كولر لا تتخطى بكتير قوي المدرب البلجيكي اللي دايما بيتكلم كتير. وانا بصراحه على المستوى الشخصي يعني بفرح جدا وبسعد كل ما بيتكلم كتير، لان الكلام الكتير داخل الملعب بيبقى شغله قليل. عموما دي كانت نقطة مهمة عايز أتكلم عليها، عشان السوشيال ميديا برضو تناولت التصريحات، وكان مهم جدا نوضح إيه اللي اتقال ما بين السطور في التصريحات.